حتى بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء عليما you
صدق الله العظيم.